الماري في الدقيقة 85 كان ماري لغاها أصلا لغى المباراة لغى المباراة اليوم فضيحة تحكيمية في حق كندا قوي كان حظ بس يعني بس هو قال لك سوء الحظ هو كلام سليم إنه سوء الحظ عارف ليه مضيع ضربة جزاء صح ولا لا؟ ولا ما ضيعش نجم أنا من وجهة نظري نجم المباراة بتاعت بلجيكا وكندا كورتوبا طبعا صدت البلانتي صح تحول المباراة غير المباراة وهو يعتبر اللي هو صاحب التاتا بوند وغير الإنقاذات اللي هو عملها في المباراة بس هو طبعا بلجيكا لو احنا نبصنا بلجيكا هي كرة واحدة بس بلجيكا راح واخذ بها 3 بوند بلجيكا هي كورتوا ودبروين ساكاو كندا كندا ضيع كثير كندا اليوم كندا بدات ما عندها وين تمشي بلجيكا بالاداء زي ما عندها وين تمشي خالد بس سؤال نريد نوجه سؤال لاخونا الحضري بما انه من الحراس العمالقه ما تشوف الحراس جيدين لحد الان يعني بالتصديات مالهم اخطائهم نجوم المباريات انا من لحد دلوقتي الا مندي انا عندي دلوقتي هو انا اللي يعني في ثلاث حراس يعني مرمى وفي منهم اثنين حراس مرمى واخدين احسن لاعب في المباراه منهم سعودية. محمد العويس مقضي المباراه بسم الله ما شاء الله يعني حارس المكسيك احسن لاعب نفس الحكايه ياسين بونو ايمن أيمن دحمن منتخب تونس نيويورك جيد اليوم طلع كرتين طلع بس هو اللي سبب من اثنين حراس يابانية كيلو دافاس والحارس مندي بس هم دول نفاس أسوأ حراس في واحد اسبانيا نفاس تفضل يا ناصر خالد هجمة بهجمة معيش ناصر يعني لما تكلم عن نفاس قدامه منتخب ما يتقارب منتخبات الباقي بس برضو يعني نقول هو بعيد أساسا عن المباريات وأجواء المباريات لكن لما تكلم عن حراس المرمى من يوم بدأ كأس العالم لين اليوم كلهم نجوم مباريات كلهم نجوم مباريات ما عدا حراسين اثنين اللي هم مندي ونفاس هي والاثنين اللي يلعبان بس حاليا برضو هم اللي ليش احنا دائما احنا محمد العويس ما هو اساسي في نادي الهلال ناصر لكن اساسي في المنتخب لكن الفرق انه المجموعه تساعد اي لاعب يلعب صح صحيح هذه محسوبه للمدرب هذه محسوبه للعويس انه هو ما شاء الله تبارك الله وان شاء الله انه يقعد على ذا المستوى لانه بعيد عن وتحسب للمدرب بتاعه اللي هو مدرب حراس المرمى اللي هو بيعتبر للثلاث حراس مرمى اللي عنده كلهم يعتبروا رقم واحد عنده مجهزهم نفسيا معنويا عندهم كل الشغل بتاع الماتشات هم بيتمرنوا عليه مع حته شوف انت من ده وانت بص تركيز محمد العويس في المباراه حاجه تانية طيب يعطيكم العافيه كلكم ابو عمار خذ خليه ياخذ كابتن ناصر تفضل انا الان يعني هاي موضوع بالنسبه لي جدا حساس لانه انا قلت لكم انه انا بالامس تكلمت عن موضوع وتكلمت عن شق ثاني فيه اذا لم يؤخذ الشق الاول انا تكلمت فيه باسهاب وانتوا سمعتوا انا تكلمت وسبب الفوز الرئيسي كان للمنتخب السعودي هو المنتخب السعودي الروح العزيمه الاصرار الجهد التعب الكد التكتيك اللي تكلمنا عليه واثنين عليه هذا قلت امس انت قلت هذا تكلمتوا وانتوا شاهدين على هذا الكلام ولم نتنازل عنه وحتى الان بقول انه هذا الجانب السعودي ولو بدنا نقسم 90% فوز السعودي على الارجنتين كان بهذا السبب ولكن كمحلل إذا بتسألني أنت شو سبب من أسباب خسارة الأرجنتين لابد أن أطرع عن مشاكل كانت موجودة بالأرجنتين هذا لا يعني أبدا التقليل من الشيء اللي عمله المنتخب السعودي وأنا تكلمت فيه بتويتر لايف على مواقع التواصل الاجتماعي وتكلمت فيه بمجلسكم الكريم وشكرا جزيلا إن شاء الله بتطوى الصفحة خلاص يعني وهذا الكلام نابع من القلب لأنه صدر مني قبل ما يصير هذا النقاش كله يعني صحيح صحيح مسامحة يا سامحوا ناصر يا طلحة أنت يا حبيبنا لولا جيتنا نورتني أنا وجهت أنا لازم حتى ما أخذ نصف الكلام خلاص لا لا بس أبو عمار الجمهور ترى متابع بشكل جيد ويفهم والله أكثر مني أنا أنت أمس ما شاء الله عليك تكلمت وبإسهاب عن المنتخب السعودي وعطيت
اعطيتهم حقهم وزياده امس. بالعكس، وانت تكلمت عن مقومات المنتخب السعودي واستحقاقه للفوز وكل حاجه، ما في شيء. احنا اليوم مجرد نقاش، انت ذكرت موضوع رديت عليك فيه وانت رديت عليه فيه بس. ابدا، انا بس حتى اللي ما سمع يعني يعرف شو وجهه نظري في الموضوع. يا سيدي ان شاء الله انك ابيض وجهك. ان شاء الله بارك الله وياك قلبا وقالبا حبيبي. وياك قلبا وقالبا. انا معك خالد. انا معك كلنا معك خلاص. اوكي الحضري شنو اليوم؟ شنو الحضري؟ الحضري انا اتكلم على كوريا. انت على كوريا. كوريا هنا. طيب الحضري، الحضري عندك كوريا، عندك الاورجواي. تفضل. الاورجواي خالد بتكلم عنهم، عندهم لاعبين يعني خاصه السنه هذه عندهم افضل اللاعبين، خاصه عندهم فالفيردي من افضل لاعبين وسط بالعالم الموسم هذا، وعندهم اروخو بخط الدفاع، وعندهم المهاجم مال ليفربول اللي هو دياس كنا اسمه. فأتوقع خالد إن الأوروغواي بالنسخة هذه غير بالسابق كانوا يلعبون. صحيح إن في سوارز كان موجود يعني من نجوم الفريق، الآن لا، في عندهم كذا نجم ولاعبين. خالد ماخذين كأس العالم مرتين قبل النسخة هذه، وجايين يقدمون مستوى، وخاصة من الفرق اللي كلها دائما يحرج البرازيل ويحرج الأرجنتين ويحرج الفرق الكبيرة، وخاصة احنا المباريات اللي شافوها الاخوان كل المحللين كل الاخوان الجماهير السنة هذه 2022 ما يدري الشخص ما يدري اي مباراة من يفوز اي فريق. فاتوقع ان الأوروغواي بيدش بقوة المهارات اللي عندهم، والفريق متعود كله على السرعة والتكتيك الانضباط اللي عندهم الدفاعي والهجمات المرتدة، كل لاعبين اغلب لاعبينهم لاعبين اسراء يجيدون الهجمات المرتدة. طيب انا كوريا الجنوبية يا كابتن، أنا اتفرجت على المنتخب الكوري ولعبت ضده المنتخب المصري، فرقة مرتبطة يعني تجانس واضح عندهم قوي، عندهم إصرار، عندهم عزيمة، بيلعبوا كرة سريعة، معهم مدرب على أعلى مستوى، واللي أنا أتوقعه بكرة هتلاقي نفس القوة والإصرار اللي المنتخب السعودي أعطاه لكل المنتخبات هتلاقيها موجودة عند منتخب كوريا. وزي ما احنا اتكلمنا قلنا اسيا طالعه لفوق، وكل ده برضو هقول لك النهارده بكره، هقول لك ان بكره كوريا هتكسب ان شاء الله اورجواي. طيب مباراه البرتغال ومنتخب غانا، وغدا هو الظهور الاول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخه للعقد مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين. طيب امتى؟ بس انا اقول لك انت صاعد ترند نازل ترند صاعد ترند. طيب. احنا 85 اكيد. لا انتم 102 مليون. انتم 102 مليون يا باشا. 102 مليون 120. طيب. يعني من يمكن 40 مليون يتابعوا. طيب بس دقيقه يونس الثاني البرتغال. خالد الفوارق الفنيه كبيره بين المنتخبين. البرتغال عنده فرصة أن يروح مراحل متقدمة في كأس العالم، عندهم حافز كريستيانو رونالدو آخر كأس عالم عنده، هذا الحافز الأول. الحافز الثاني يبي يثبت للعالم أن مستوى الفني بسبب المدرب في مانشستر يونايتد وليس بسبب، طبعا هو حسب وجهة نظره، هو مش بسبب أنه هو تقدم عمره أو بسبب شيء آخر. أيضا المنتخب يحتوي على العديد من النجوم، نتكلم عن كريستيانو رونالدو، نتكلم عن برونو، نتكلم عن برناردو سيلفا، عن دالوت، عن نونو مينديز، نتكلم عن كانسيلو، عندهم عدد كبير من النجوم اللي فيها فوارق فنية كبيرة. فبالنسبة لي المباراة رايحة بشكل كبير لمنتخب البرتغال من دون تقليل من منتخب غانا، ولكن البرتغال مرشحة لصدارة المجموعة. الصحافة البرتغالية قالت يا حكيم